السلام عليكم. دلوقتي انا عندي مشكلة ان في سلم ورا حائط وانا مش شايف السلم. طيب لو انا عايز اشوف السلم فانا ممكن اجي من هنا واقول له ان انا عايز اشوف واير فريم، فظهر معايا السلم لكن بقية اللوحة بقى فيها مشكلة، يعني الاخراج بتاعها مش كويس. طيب هنرفض الحل دوت. في حل تاني هو ان انا اقفل الحيطة، يعني اعمل سيلكت على الحيطة، تمام، اجي هنا ودوس تاب عشان يبقى الحيطة بس ما بقاش اللينك كله، واقول له هنا اوفر رايت واقول له باي اليمنت، يعني انا عايز هنا اعمل اوفر رايت وابدا اغير شفيه، اغير اللون، اعمله هايد، لكن الحل ده مش هينفع هنا لانه مسحوب لينك. فلو حبيت تخفي الحائط مش هيرضى، لازم تقول له باي كاتيجوري وتخفي كل الحوائط، وده ممكن ياثر في بعض الحوائط التانيه. فالحل ده مش مناسب، هو ممكن يكون مناسب لو السلم والحيطه والشغل بتاعه كله في نفس الملف. طيب الحل بقى اللي ممكن ينفع، خلينا مؤقتا نقول له واير فريم دي مؤقتا، وبعد كده هقول له ان انا عايز اعمل اختار الاداه ديت على اساس ان انا اغير شكل اللاين وورك، ان انا اغير شكل الخط نفسه، واقول له ان انا عايز مثلا هيدن، تمام، وابدا اعلم على الخطوط كلها بالشكل دوت. الميزة ان لو الملف الاصلي حصل فيه اي تعديل فهو هنا هيتعدل اوتوماتيك، يعني لو حد غير المقاس او كده برضه هيتغير معايا. مش برسم خطوط والخطوط دي ممكن ما تبقاش مرتبطة بالملف الاصلي، لا ده انا بس بغير شكله في الفيو ده بس. فالحل ده ان شاء الله ما فيهوش اي مشكل. طيب بعد ما خلصت تأكد ان انت بس ما نسيتش اي خطوط، قول له هيدن لاين، هيظهر معاك بالشكل دوت، تمام. فكده كل الشغل بتاعك سليم، مفيش مشاكل خالص. وحتى لو اخترت اي ستايل تاني اتاكد بس ان مفيش اي خط انت نسيته، احنا بس عشان بنسجل بسرعه. الهيدن لاين كل الخطوط ظاهره معاك والسلم ظاهر معاك رغم ان هو لينك.